المعرض يتحدث حول بناء السلام للمرأة وكيف ممكن للمرأة أن تكون شريكة في بناء السلام، حيث تم تدريب وتأهيل 25 شاب وشابة في محافظة عدن من الفنانين التشكيليين حول بناء السلام والنوع الاجتماعي ومفاهيم النوع الاجتماعي وكيف يتم ربط النوع الاجتماعي في بناء السلام الحساس. وكانت حصيلة هذا التدريب اللوحات الفنية، حيث تم رسم لوحات فنية حول دور المرأة في بناء السلام والنوع الاجتماعي في بناء السلام الحساس. هدف المعرض هو السلام أو إشراك المرأة في السلام، وهدفه أنه الجميع التفت لقرار 1325 لينص على حقوق المرأة.